هما جربوه بعد منه وكاين اللي جربوه كامل. كانت كلمه على خمس منتجات وضعت على رقم على راس هرم المنتجات الغذائيه. هادشي تكلموا عليه خبراء التغذيه. كانت كلمه على ملك النباتات. ملك النباتات هو جانوفيرن. كانت كلمه على غذاء رواد الفضاء اللي هو سبيرولين. كانت كلمه على اروع فاكهه على وجه الارض لانها مضاده للاكسده اللي هي المورينزي او النوني. كانت كلمه على لي غرام منه كيوزن غرام ديال الذهب اللي هو الكورديسيبس. كانت كلمه على اللي لقاه واللي اختاره ناس جائزة نوبل اللي هو عرب الأسد. خمس منتجات قوية وقوية وقوية بزاف. ومنتج كاين سيك منتج طبيعة الحال أغلبيتكم راه جربوا هذا الريشي، أغلبيتكم جربوا المورينزي، وأغلبيتكم راه جربوا لاسبيرولي. كنتكلموا على هذه المنتجات. هذا هو التولات. أغلبيتكم هذا الريشي اسبيرولين أعظم فاكهة وأروع فاكهة على وجه الأرض اللي هي النون. المنتوجات الاستهلاكية متنوعة. اللي ما طرحته هنا اللي طرحته في الجهة الأخرى مجموعة منتوجات، مجموعة مشروبات اللي دخلت عندنا المغرب هنايا. شي بركة منا وننتظر باقي إن شاء الله تعالى. مكملات غذائية، منتجات عناية الشخصية. وهي باش كنبداو دي إكس إل ياك، كنبداو بسويبينا وكنبداو بها شوية شامبوان وكنبداو هادشي باش بدينا. الأغلبية الساحقة بداو بهادشي هذا في المشروع ديالهم. وغنشوفو هاد البدية البسيطة اللي كتبدا بصابونة وكتبدا معجون الأسنان أو شامبو أشنو ممكن تعطيه مع استمرارية بطبيعة الحال. ما نوقفش نهائيا. وهادو هما المداخيل ولا البيبان اللي منهم كناخذ من عند دي إكس إل. مكافأة مبيعات التجزئة على وزن المجموعة، على وزن المجموعة المجمية، مكافأة ديال التصوير، مكافأة ديال القيادة، تقاسم الأرباح الدولية، الحافز النقدي لرحلة ما وراء البحار، حافز الهاتف النقال، السفر إلى الخارج، ثم الايوسي. اذا ان شاء الله تعالى اليوم غادي نكتفيو تقريبا غير بالنص، لان الارقام خصنا مزيان نفهموها ونفهمو الخطه بشكل كبير وبشكل مدقق وبشكل مبسط. اذا اكتفينا بنقطه وجوج فهمناهم مزيان احسن منا ما نديرو هاد العشره كاملين. متفقين؟ نمشيو ان شاء الله تعالى بخطى ثابته وبشويه علينا ونفهمو حاجه بحاجه. هنا بطبيعة الحال كنبداو كلنا كموزع كناخدو 100 نقطة في الشهر أو أقل أو أكثر، ومن بعد منها بشوية بشوية. ولأن النقاط تراكمية دي إكس إل، شريت شي بركة هاد الشهر، الشهر الجاي شريت شي بركة، ومن هنا لواحد 6 شهور شريت شي بركة، كنلقى كلشي مجموع مع بروحين حتى كنوصل لوكيل النجم، ومن بعد منها النجم ياقوتي، ومن بعد منها النجم ماسي، وانا غادي حتى السفير الملك. نتكلموا شويه على بعض الاباجيديات اللي هما غنحتاجوهم في طريقنا وفي تعاملنا مع الخطه التسويقيه.
كاين ثلاثه د الحوايج. الحاجه الاولى اللي هي البيبي، الحاجه الثانيه اللي هي الاس بي، الحاجه الثالثه اللي هي الاس ا. هاد ثلاثه د الحوايج كيبقاو ملازمين لنا ديما دائما، وهما باش كنخدم، هو السويتات باش كنخدم. اذا تكلمنا على البيبي، البيبي اش كيحمل؟ النقطه هو كل منتوج غناخذو عند واحد مجموعه د النقط، هذا هو البيبي، هو النقاط ديال هذوك المنتوجات اللي كناخذو. نقطه المنتوج الاس في، البي في نقطه المنتوج. فاش كتعاوني هذه النقطه المنتوج؟ بما اننا قلنا بان النقاط تراكميه، شنو هما الحوايج اللي كتخول ليا هاد البي في؟ الا كانت النقاط تراكميه غدا كتطلع، شنو كيطرى ليا؟ كنصعد مستويات مراتب باش البي في النقاط، لانني عندي هي النقطه باش بديت، ماشي بحال عندي 4500 نقطه غنتحول من